ختمة واحدة ثم تأخذ من هذه الختمة الواحدة آيتين وتطبقها وكثر الله خيرك، ولا عاد تختم 10 ولا 20. هو بيمر على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذا ختم المصحف 10 مرات سيمر على هذه الآية كم مرات؟ 10 مرات. 10 مرات. طيب هذه الآية قد ربما يقرأها آكل للربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يمر على آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام الرشوة. إذا ختم المصحف 10 مرات سيمر على آية الرشوة 10 مرات، بدل ما يمر على هذا المرور كله يمر عليها مرة واحدة ويكف عن الربا ويكف عن الرشوة ويكف عن كل المنيات في القرآن. وأنا أعتبره قد وصل إلى مرتبة سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، وصل إلى مراتب الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن العبرة بالتطبيق. الصحابة ليش جعل الله في أعمارهم بركة مع أنه كانت الفترة حقهم الحقبة صغيرة جدا؟ ليست يعني ليست اعتناقهم للإسلام كاعتناقنا اليوم. يعني سعد بن معاذ كضرب مثل أسلم وعمره 30 عام وبقي في الإسلام 6 سنوات، وأصيب في عرق الأكحل وعمره 36 سنة. كم عمره الإسلامي؟ 6 سنوات. 6 سنوات. أول ما مات هذا الشاب أصغر مني ومنك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ. الواحد منا اليوم يموت عمره الإسلامي 70 سنة، من يوم ولدت أمه لأما القبر وهو مسلم أب عن جد، لما يموت لا تهتز له القريه اللي هو ساكن فيها، ولا الحارة الذي هو فيها، ولا المحافظة، ولا البلد الذي هو فيه. ليه؟ لأن هذا العمر نزعت منه البركة، ولم تترجم تلك الآيات والنصوص التي قرأها إلى واقع عملي ملموس في حياته على مدار اليوم والليلة.